وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من عمان الكاتب والباحث السياسي هلال الدليمي. مرحبا بك أستاذ هلال. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. بداية أستاذ هلال، كما تعلمون مقتل 25 عنصرا من ميليشيا حزب الله وإصابة العشرات بقصف أمريكي على مقر الميليشيا بالقائم، كيف ترى هذا القصف وتوقيته والمبررات التي ساقتها الإدارة الأمريكية له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. أولا، الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يشوبها الغموض منذ الاحتلال ولحد الآن. ربما نحن العراقيون أكثر التصاقا بهذا التخبط، حيث بعد الاحتلال مباشرة أو ضمن الاحتلال كانت إيران هي القوى الفاعلة والشريكة في احتلال العراق مع القوات الأمريكية. الميليشيات التي أنشأها نيكروبونتي هي ميليشيات إيرانية الولاء والتأسيس كما تعرفون. القضية الأخرى أنه الذي يظهر على سطح الآن أن إيران تريد دفع ما عليها إلى خارج الحدود كما تفعل أمريكا تقاتل خارج حدود أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. إيران تفعل بنفس الشيء عن طريق هذه الميليشيات التي أسستها لتكون أذرعها الفاعلة في المنطقة، وهي لم تخسر فيها شيئا لأنها المقتول عربي والقاتل أيا كان لا تفرق لها. حقيقة إيران تريد بهذه الطريقة أن تصعد الأمر مع الولايات المتحدة الأمريكية على أرض العراق لكي تحقق أكثر من هدف في اتجاه واحد. الهدف الأول هو مسك الداخل الإيراني المتزعزع، ثانيا القضاء أو محاولة القضاء على ثورة شبابية في العراق والتخلص من النفوذ الإيراني، بحجة أنه من لا يقف مع هذه الميليشيات الآن هو يقف مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل، وهذه البروباغندا التعبانة، ولكن هذه حقيقة على الخط تريد إيران كما يظهر تطبيقها في العراق. الجانب الآخر أن الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة في ضرب الجانب الإيراني بشكل فاعل، لأنها أما أن تريد أن تقضم كل أطرافها وذيولها خارج حدود إيران ومن ثم سنسلط الضوء على الموضوع الإيراني كذلك في هذا الموضوع. دعنا نسلط الضوء أكثر. القصف أسفر عن مقتل آمر اللواء 45 والقيادي في ميليشيا حزب الله أبو علي الخزعلي، إلى أي مدى ترى أن هذا القصف يراد به توصيل رسالة قوية ما؟ وهل وصلت الرسالة برأيك؟ أو حقيقة الأمريكان الآن لأول مرة يعترفون بشكل مباشر بضرب القواعد الميليشيات الإيرانية. كانت الأمور تبقى لضبابية كما تعرفون وتتهم الكيان الصهيوني بها وهذا، لكن هذه لأول مرة تصرح الولايات المتحدة الأمريكية بشكل علني بأنها ضربت هذه الميليشيات ردا على ضرب قواعدها في العراق. ونتوقع أنه التصعيد سوف يكون أكثر في المرحلة القادمة، لأنه هدف إيران عندما تخسر العراق تخسر كل شيء، وبالتالي تريد أن تصعد هذا الصراع على أرض العراق، وبالنتيجة الصراع الأمريكي الإيراني على أرض العراق يخدم إيران بالدرجة، رغم أنه قسم كثير من الناس والمحللين يقولون أنه يضعف إيران، لكن في الحقيقة إيران لا تضعف من الخارج وإنما تضعف من الداخل كما هو معلوم، ولكن أمريكا تريد أن توصل أكثر من رسالة للحشد الشعبي الموالي لإيران، ونسأل الولايات المتحدة الأمريكية من سلح هذا الحشد في العراق ومن أعانه ومن وفر له الغطاء الجوي وفي تأسيس حتى في تأسيس هذه المقرات. الولايات المتحدة الأمريكية قواعد كما قالت تفضلت في تقريرهم ذاته بسوى 10 كيلومتر أين كانوا من هذه الميليشيات، هم يعلمون إجرامها بحق الشعب العراقي، ولكن التخادم بين المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي في المنطقة هو الذي جعلهم يصمتون إلى أن تبدأ إيران بتصدير الفزع إلى الجانب الأمريكي في ضرب التواجد الأمريكي في العراق بحجة أنه هي مقاومة وهي تحاول أن تقف في هذا الصف لكي ترفع من شأن الميليشيات التي فقدت أهليتها وفقدت شرعيتها في العراق بعد أن استمرت في قتل الشعب العراقي السائر ضد الوجود الإيراني وضد الحكومة الإيرانية فرع العراق. وبالتالي هذه الحركات دائما إيران تلجأ إليها عندما يكون هناك مشكلة داخلية تحاول أن تصدرها إلى الخارج،
وهذا الاسلوب متبع من قبل النظام الايراني والحكومات الايرانيه المتعاقبه على مدى الحكم في التاريخ الحديث. ونعرف ماذا حصل في الصراع الايراني الامريكي خلال الـ3 سنوات التي مضت، كلها على اراضي خارج حدود ايران، ولم تضرب الولايات المتحده الامريكيه العمق الايراني قط، بل يعني تقصد تحاول. أن هناك تعاون أمريكي إيراني مثلا في المنطقة أستاذ هلال؟ نعم، هناك مشروعا وتخادما واضح بين الطرفين، لأنه لو كانت أمريكا جادة في عملية إخراج إيران من العراق لأخرجت النظام السياسي التابع لإيران والتي أجلبته الولايات المتحدة الأمريكية، طيب ولا زالت. عذرا يعني لضيق الوقت، سؤالي لكم حول أنكم قلتم أن هذه الميليشيات هي ميليشيات إيرانية. طيب ميليشيا حزب الله كما هو معروف كذلك هي أحد أقوى أدوات تنفيذ المشروع الإيراني في المنطقة، هل بدأت بالفعل خطة قطع أذرع إيران بعد أن تأكد عدم نجاح العقوبات كليا في ذلك برأيك؟ نحن نرى أنه هذه الضربات هي البداية، ولكن لن تقطع جذور إيران مع بقاء الأنظمة السياسية التابعة لإيران والتي توفر الحماية لهذه الميليشيات وتوفر لها الدعم اللوجستي. حزب الله في العراق وفي لبنان يحظى بدعم لوجستي من الأنظمة التي في هذه المناطق، وبالتالي لا يمكن أن تؤثر هذه الضربات بشكل فاعل بقطع أذرع إيران في المنطقة إلا بعد أن يتم استبعاد النظام السياسي الذي يوفر الحماية والمادة والقضايا الدعم اللوجستي لهذه الميليشيات لكي يكون الضربات فاعلة. أما عكس ذلك فيكون الضحية هم الشعب العراقي وأموال الشعب العراقي، لأن هذا الأمر سيطعم كلما طال الزمن كلما كانت الخسارة في الجانب العراقي والجانب السوري. وصلت الفكرة. الأستاذ الكاتب والباحث السياسي هلال الدليمي، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من عمان، شكرا لانضمامك إلينا.